طيب يلا بينا. المرة اللي فاتت عملنا فيديو للأوردر وعملنا أوردر هيروز، وعملنا فيديو للتشاوز هيروز. ما فضلتش تقريبا غير الناتشر هيروز. اوكي خلينا نجرب كده كام واحد من الناتشر هيروز المهمين، او اللي انا بحبهم منهم. ابن الرخمة ده فده هيتحط اول حاجة عندي كده. اوكي طبعا سكراب، سكراب حبيبنا. الباشا سنيك تحفة جدا بصراحة، انا بعشقه. ممكن نكملها بسايلنس، واخيرا وليس اخيرا ممكن اوكي نجرب حبيبنا اسمه ده، نعمل اسمه ده. اوكي طيب نجرب حبيبنا مورجان، مورجان احمد مورجان. طيب حقين الاسهم بقى، خلينا نحط البويزن. اوكي نحط هودو، ممتاز جدا. هنغير طبعا بعد كده، هنغير الهيروز دول ان شاء الله يعني. 13000 لا ضعيف جدا. محتاج ان انا احط مين تاني يا طويل العمر؟ محتاج احط التلج، ما اعتقدش التلج. ممكن احط حد ده لسه جديد، نبدأ بيه. هي 14000 مايت قليل قوي 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 يعني، المفروض 17. ف هنجرب ان شاء الله كام ماتش كده، وكل ماتش نحاول ان احنا نغير الهيروز شويه. يلا بينا. طيب يلا بينا، هو اول جيم. طيب ما شاء الله التنزيله جامده، انا التنزيله دي بالنسبه لي لازمين اساسا. نضطر ان انا اعمل له كده، نضطر نعمل له كده عشان نحاول ايه نخفف الدنيا شويه هنا. طيب ننزل بسكراب بقى، يا مش سكراب. طيب ننزل بالباشا ده، حلو كويس ماشي. طيب اوعى وشك، حلو قوي عايش ممتاز. ننزل بهودو، ننزل بهودو، حلو كويس جدا، فضينا الساحة ممتاز. ننزل بالهيرو الجديد بتاعنا اللي ما زلنا بنطور فيه. نزل لي حاجة كده بص زي سم كده بويزن. اوكي طيب ايه تاني؟ اوكي ننزل كده بالبويزن بتاعنا، ممتاز ممتاز ممتاز. شكرا شكرا شكرا. اوكي تعال نبدل شوية كده هيروز، يلا بينا. انا ما بديتش غير هيرو واحد بس اللي هو شيلت الوحش الجديد اللي لسه نازل ده اللي هو اسمه سلاي. اوكي وجبت مكانه البنوتة الحلوة دي، ممتاز، اسمها ميزو 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 ميزو. طيب اوكي نبدأ كده، ممتاز ماشي. عبيط صفرتها. طيب ننزل بهدوء. اوكي ممكن ننزل هي كده عشان نفضي بس حته شويه، ممكن ننزل بيها بقى نجرب. اوكي حطيت لك زي حصان البحر كده ايه قدامها كده. طيب اوكي ننزل ببويزن، ممتاز 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 ممتاز. عملت لك عملت ثلاثة فريز هنا، فدي حلوة قوي 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 برضه، كويس جدا. ننزل بسكراب، ممتاز شكرا. شكرا شكرا، الله عايش. جميلة جدا جميلة جدا. الساعة فضت يا جماعة، الساعة حرفيا فضت، وفي اتنين فريز فحلو قوي. اوكي ردة الفعل عنده بقى هتكون عاملة ازاي؟ ردة الفعل عنده شبه صفر. ما تحاولش، انا نسيت، ما تحاولش تحط اي هيرو في اللاين اللي قدام الشارك ده او المورجان ده، لان بيخليه صفر. بص هنا بيعمل لك ايه، اتاك ديلز تو 50% الى اخره، بيخليك صفر حرفيا. يعني حاول ان انت تقضي عليه بطريقه غير مباشره، يا اما تعمله سايلنس كده، يا اما اهرين تحطه في مكان تاني غير مكان المورجان. طولنا على الراجل حرام، هو كده كده مستني الخساره. فيلا اوكي باي باي، حلو قوي كده ممتاز. يلا بينا ندخل على الجيم اللي بعده، هنغير واحد هيرو برده ونرجع تاني. يلا بينا. المره دي طلعت الهدوء، وطلعت ال طلعت مين؟ طلعت الهيرو، طلعت هيرو كمان. اوكي ونزلت مكانه، نزلت مكانه البنوتة الحلوة بتاعتنا دي بس. طيب اوكي هننزل ببويزن عشان الموضوع كده ايه
اسمه ايه، هيبهوأ مننا، بس احنا عندنا ممكن هنا نيجي على الحتة دي بالحتة دي. حلوة الفكرة. بص نسيت اقول لكم، السنيك لما بيموت بيديك، بص هيل بيديك طاقة هجوم 55، فممكن ننزل. شكرا، انا قضيت على حتة كبيرة اوي هنا كده، ممتاز جدا. ممكن كده برضو ممتاز. ممكن برضو ننزل بقى بحبيبنا مورجان. اوكي ممتاز كده، كويس كده لحد ما شغالين كويس. اوكي ماشي 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 ماشي. بص الحتة دي بقى، ننزل بقى بالباشا ده. بص ان شاء الله يدمر لي جزء كبير جدا، يعني ان شاء الله. بص بيعمل واو واو، بس المشكلة دي هتموت دي، وهيبقى 3-4 اذا ما انسحبش يعني. بص قلت لك، بص اذا ما انسحبش مش مهم، عندي ليها علاج فوري وقاسي جدا. حبينا اوكي، الله قلت لك عندي ليها علاج قاسي جدا، وهو السكارب علاج قاسي جدا جدا يعني. اوكي يلا بينا ندخل الجيم اللي بعده، بس ما لحقناش نجرب الهيروز، فخلينا زي ما هي كده نجرب الجزء تاني. اهلا بيكم في رابع ماتش. اوكي ننزل بالبويزن، ممتاز. يعني لو كنت نزلت بالمضر اول كان هيبقى افضل دلوقتي، بس اوكي شو عمل لي فريز، ممتاز مش مشكله. الله عليك يا معلم. طيب ممتاز برضه، انا ما عنديش اي مشكله في اللي بيعمله. اوكي ما طلعش من اول مره، بس هو عنده شيلد قوي، فان شاء الله الشيلد ده ما يخزلناش. اوكي سايلنس، باي باي. قلت لك دي الوسيله الوحيده انك تقضي على الباشا كابس ده، انك تعمل له سايلنس وتطلع دماغك منه. عايزين ننزل المذر اول، اوعى تنسحب قبل ما ننزل المذر اول عشان تزعل منه. اوه 490، واو 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 واو، يعني الموضوع هنا صعب شويه. اوكي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما نموتش، يعني ده جامد جدا. صفر، كويس جدا، انا كده يعني كويس جدا ممتاز. نسيت ان هو طيب ان شاء الله. انا عايز بس دوميز ده يموت، يعني دوميز ده قوي جدا، ان شاء الله يموت. الله 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 الله، مات موتة شنيعة حرفيا. انا مليت كل حاجة عندي، فحضرتك ناوي تلعب امتى؟ يعني ناوي حلو. اوكي ممتاز، الله الله. حلو الجيم ده. حاسس انت مين عجزت، اللي هو مش قادر، عنده هيروز منزلهم حلوين بس مش قادر يهجم يا عيني. طب يلا بينا ندخل على الماتش الخامس. اوكي هنلعب ضد واحد ياباني كوري صيني هندي اي حاجة مش مهم. اوكي معلش انا اسف هعمل لك سايلنت عشان انا بزهق من الحوار بسرعه. ما تنساش طبعا قاعده اساسيه الاوجرود، ما تحاولش ان انت تلعب قدامه بهيرو او بوحوش قويه جدا في الاول، لان انت ايه يعني مش عايز تعمل حاجه زي كده، مش عايز تخسر نفسك في الاول يعني. فانت انزل بالهيرو يعني اوكي مش مشكله. طيب هعمل سايلنت، انا لو ربنا لسعني سكراب دلوقتي انا بص هصوت منزل. طيب اوكي مش مهم، نندي حلو ممتاز كويس ماشي. ما كنتش ممكن تعمل سايلنس دلوقتي، كنت ممكن تصبر شويه بس اوكي. اوكي الله، قلت لك من ثانيه لو ربنا زين. بص كل ده هيروح، لك رد قاسي، رد المؤمن قاسي، يعني رد مؤمن اللي هو المؤمن يعني قاسي. طيب عنده اوكي، ممكن اعمل كده حاجه حلوه قوي، شكرا. بس الدومينز عالي، فان شاء الله ينزل حاجه وراه. هو نزل حاجه وراه بس نزلها سايلنس، بس انا عندي سايلنس. الله حلو قوي. اوكي عندي سايلنس، همته عارف، همته نيمته في الخط. طيب ممكن ننزل بالبومه، لا ننزل بالبويزن شويه معلش. البويزن بتعمل دامج 12 تلقائيه كده يعني نفسها. شكرا موتني، بس جيم حلو. اوكي مش مشكله، جيم حلو، تعال نلعب جيم تاني كمان. اوكي يلا بينا، بسم الله ننزل ببويزن اول حاجه. اوكي ايوه كده ممتاز، حلو قوي. طيب اوكي اديني واحده كده 150 عسل كده، ممكن نعمل له ميوت، لا مش محتاج دلوقتي اعمل ميوت. كمل زي ما انت، 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 ممتاز حلو قوي. عشان المرة الجاية لو نزلوا هيرو أقوى شوية فأنا يبقى معايا إيه؟ أوكي شكرا،
ننزل بقى مورجن. هنا بقى ننزل بمورجن واحنا مطمنين شويه. اوكي انا 95 هو 276 ما زلت اقوم. انزل بسناك هنا ممتاز خلاص كده. متوقعش ان هو ممكن يكمل يعني بس بيقاوح. طيب ممتاز مش مشكلة. اوكي لاحظت تقريبا كل اتاك بتضربه enemy repairs reduce okay before enemy attack still 10 يعني بيسرع 10 في ال... اوكي ممتاز اوي. واو ليه ضربت ليه؟ انا ضربت ليه؟ مش 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 يعني ما اعرفش انا هموت اعرف انا ضربت ليه بس اوكي. اوكي ممكن ننزل هنا بده ممتاز سكراب ممتاز ممتاز يعني الى حد ما المفروض يضرب سكراب. واو ذكي حلو انا كنت عارف انه معاك الكارت ده بس حلو قوي. ننزل اكو سناك تاني ممتاز اسمه اجاج. ماشي يا عم اجاج ممكن ننزل لك ببويزن. واو دمك ستة. هتكمل؟ ما اعتقدش انك بتكمل. اوكي كمل. يا لك من رجل عنيد. طيب ممتاز ماشي. مش هقدر اضربك دلوقتي او اخلي البانل بتاعي اللي تقتلك. اوكي كده خمس او ست مطوشه. اتمنى تكونوا استفدتوا منهم شويه خصائص كده او شويه اوبشنز في الهيروز اللي موجودين. احب اشكركم للمره الثانيه على كميه الدعم اللي بتجيلي على كميه الكومنتس الحلوه جدا اللي بتجيلي سواء من اخواتنا في مصر او من السعوديه او من المغرب او من الجزائر او من الدول العربيه اللي موجوده حاليا في القناه يعني. فشكرا جدا 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 ليكم. واتمنى اللعب اللي احنا بنجربها اول باول جديده كده يعني تنشط القناه شويه. نفسي ان انا احولها لقناه عربيه شويه يعني. فان شاء الله يعني ربنا يسهل. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اخوكم مؤمن. مع السلامه.